إطلالة هذه الحلقة من اكتمال القمر مع رجل يشبه الحالة السودانوية. إنه رجل كتب القصيدة ونافح في المحاكم وكان سياسياً وتنقل في جميع الأحزاب السياسية من أقصى اليمين الأخوان المسلمين إلى حزب الأمة ثم إلى اليسار. هو رجل حسن المؤانسة والمثاقفة، مفكر بدرجة امتياز وشاعر معنوط الجدارة، وقليل الإطلالة الإعلامية استطعنا أن نجتذبه إلى اكتمال القمر. مساء الشعر ومساء الجمال. ضيفي في اكتمال القمر لهذه الحلقة هو حالة سودانية متكاملة، حالة من السياسة وحالة من الشعر وحالة من الحقوق وحالة من القانون. رجل قليل الإطلالة التلفزيونية أو الإطلالة الإعلامية للغاية، ورجل أيضا له في حسن المؤانسة والمثاقفة باع كبير. هو الأستاذ المحامي والقانوني والحقوقي والشاعر كمال الجزولي. مرحب بك ومساء النور، وإن شاء الله يتعاد عليك بالصحة والعافية والسلامة. مرحب بك وبالمشاهدين. أستاذ كمال، دارين نبدأ معاك كده. أول حاجة نقول لك ألف حمد لله على السلامة بعد عملية القلب المفتوح التي استمرت لقرابة 9 ساعات، ومبضع الجراح يعمل في قلب الشاعر وقلب الثوري في آن. الذين مروا بمثل هذه التجارب يقولون إنه مبضع الجراح أخذ شيء من إحساسهم بالحياة. كيف عاد كمال الجزول الثوري والشاعر بعد هذه التجربة؟ شوفي، أكون صريح معك، أنا قبل العملية دي كنت أسمع إنه فلان عملوا له عملية بتاعت قلبي مفتوح، مش عارف نقل كيليا. دائما كنت بصور إن الحياة دي بتحصل لآخرين، أنا ما جزء منهم. وبعدين الإحساس ده إحساس غريب جدا، مر بي قبل كده في مناسبة ثانية بتاعت الموت. يعني لما فقدنا في وقت متقارب صديقين عزيزين، علي عبد القيوم وعمر الطيب الدوش، ففي الرفع بتاع فراش عمر الدوش طلعنا نحن مجموعة أصدقاء من أولاد أم درمان، كان عندنا إحساس بأنه عايزين نكون جنب بعض لسبب ما، إحساس بالفقد. صديقي حافظ مدسر الله يرحمه كان بيحكي لي، بيتكلم معي عن الموضوع ده ذاته، وبيقول لي إن بالله شوف نحن فقدنا في وقت متقارب فلان فلان. فأنا خطر لي خاطر عجيب، قلت لي يا حافظ، أنت قايل الدنيا دي يعني ذات تقسيم أدوار، ناس يدفنوا وناس يشيلوا الفاتحة وناس يموتوا، يعني اللي بيموت ما بيشيل الفاتحة واللي بيشيل الفاتحة وظل على مدى كذا يوم بيكرر في الكلام ده، انه كمال قال لي كده، قال انه ده بيقول بالانجليزي ديفيجن اوف ليبر. فاذا بي بعد فتره بسيطه جدا جاني صديقي محمد المهدي بشرى في المكتب عشان يقول لي انه حافظ منتصر توفى. انا ما عارف، لكن بفتكر انه التجربه بتاعت أني أدخل، ما ربنا سبحانه وتعالى ما دخلني في تجربة الموت عشان أخذ درس، لكن دخلني في التجربة بتاعت إنه يكون في مرض قوي زي القلب ده، وإنه أنا تعمل لي فيه عملية قوية زي دي.
درس على العموم لي وعشان أقوله للآخرين أيضا. الدرس ده مركب لأنه فيه جانب ثاني اللي هو الدرس المركب اللي أنت تكلمت عنه ذاته، يعني قلت لي أنه يجلب أنه يوقف قلبك، عملية يوقف فيها القلب يعطله لفترة، هي دي تقريبا يعني الخطر الأكبر كان في هذا الـ هذا الـ هذا الـ في هذه المسألة، لأنه النطاسي البارع، وأنا من هنا أوجه له التحية هو والفريق العامل بتاعه وأشكره الشكر الجزيل، راجل عنده سمعة عالمية مشهود له، فاضطر يوقف قلبي لمدة بتاعت أنت قلت 9 ساعات، هي حقيقة 10 ساعات. عشر ساعات أنا ما شعرت بها كله، لأن أنا آخر حاجة شعرت بها إنه البنج كانوا بيعملوا في البنج، وثاني ما شعرت بها حاجة. لما أفقت اكتشفت إنه العملية، أنا افتكرت أتأجلت، اكتشفت إنها اتعملت من امبارح. سبحان الله، يعني الليل كله أنا كنت في العناية المكثفة. سألت ابني دكتور روبي، كان هو الكوبيشنت أو المرافق، فقال لي اتعملت كويس كويس، كان معهم زاد. المهم في الأمر أنه أنا 2 3 أيام بفكر في حاجة طريفة جدا. لما جاني دكتور يحيى بلبع ومعه الفريق العامل بتاعه يزوروني بعد 3 أيام، أثرت معهم الموضوع ده اللي هو أنه يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول أنه هو خلق الإنسان وفي مدى لمدى زمني محدد، عمر محدد لا يتقدم عنه، لا يتقدم عنه ولا يتأخر، معناها يولد في يوم كده، الساعة كده، الدقيقة كده، الثانية كده، ويموت كده. طيب النظر وقفوا قلبي 10 ساعات تتحسب وين دي؟ دي كانت مؤرقاني. فلما جه سألته بس انت تدخلت يا دكتور في حاجه ربانيه كيف؟ فالراجل انزعج جدا، قال لي لا انا يعني في الاول ابتدى يقول لي هي حاجه مساله بسيطه يعني، وقت قلت له هو ربنا ما قال انه وقت طويل ولا وقت قصير، قال وقت محدد ما لا يتقدم عنه ولا يتاخر. فقعدنا نتناقش، كانوا اكشوالي بيجوا يوميا يمروا ويجي يمروا علي انا يوميا عشان يتموا المناقشه دي، الى ان وصلنا الى الفهم العلمي للموت. ما هوش انه القلب يجيف، ممكن القلب يجيف لكن ده ما معنى الموت. الموت هو تعطل خلايا المخ جمله وتفصيلا، اما حكايتهم القلب يجيف فما عندي. يا اخي بعد الشر عليك من الموت، وان شاء الله ربنا يديك الصحه والعافيه والعمر الطويل والمليء. الله يخليك. احنا في الاول تكلمنا عن القلب، دارين نتكلم عن القلب ده، كان ممتلئ بمدينه ومحب لها لدرجة التدروش اللي هي أم درمان. يعني معروف أنت من الأشخاص اللي عندهم عصبية حميدة لأم درمان، وبعضهم بينقل عنك أنك بتقول تعرف الواحد لما يجيب في قصر الشباب وعايل يا زقة أم درمان دي يخحنينا بشكل. فأم أيوة. درمان أيوة، أنا لي زمن للأسباب المتعلقة بالعضلات وكذا بيت ما بقدر أطلع، لكن زمان كنت طوالي بمشي بطلع في قصر الشباب والأطفال، أحب جداً يعني أشوف المنظر من هناك. أنا محب لأم درمان، وزي على قول صلاح مدبراي ما تزال يقول لي ليه ما الحب في ذاته مبرر كافي حسب صلاح. أنا بحب أم درمان حب لله في لله، وأنا أقول لك حاجة عجيبة جدا، أنا بكون زهيان جدا لما أكون سايق العربية وقدامي في لكلكة بتاعة بكاسي وعربية كارو بتاع في الخرطوم وفي بحري، لكن أول ما أدخل من كوبري شمباس أو كوبري النيل الأبيض أنا بكون هادئ جدا، أي زول داي سكسي قدامي داي على كيف، أنا ما بكون زهيان ولا بكون حاجة غريبة جدا، يعني بكون مرتاح جدا، وأحب أسوق في الشهداء وفي السوق جوا، وبكون يعني في الغاية يعني مزاجي مكتمل تماما. أصحابي من الخرطوم شايفين إنه الكلام ده كلام فارغ وإنه دي يعني كلام ساكت يعني.
انت سميتيها قلت شنو كده، حميد، حب حميد ولا شنو بتاع التعصب الحميد. تعصب حميد؟ انا ما متعصب حقيقة، ما والدليل على اني انا ما متعصب، وافتكر قلت الكلام ده قبل كده، انه انا بقاوم فكرة اولاد ام درمان. يعني انا قلت كثير جدا انه ما في حاجة اسمها اولاد ام درمان. اولاد ام درمان هم اي زول محب لام درمان جاها من بره منها عن حب عشان يندغم في المزاج بتاعه ده ود ام درمان. لكن حتى لو قاعد فيها وهو كاره لها او ما راغب فيها فده ما ود ام درمان. فعشان كده ام درمان تستقبل اي زول جايها بمحبه لمزاجها لعالمها لكده وعايز يساهم فيه، ام درمان بتحتضنه. وعشان كده بالمناسبة ام درمان ما في ما الناس اللي فيها اطلاقا ما عندهم حساسيه مثلا تجاه العزابه. هتلقي العزابي ده مرفوض في مدن ثانيه، في ام درمان ما مرفوض. اي زول بيجي يسكن في اي حي طوالي بعد 10 دقائق بيكون الناس مرقوا من البيوت وجوه وسلموا عليه ورحبوا به وسالوا انت من وين وعرفوه وكده. طيب نحن حنمشي فاصل قصير ونجري حكايات ام درمان وتفاصيلها الدقيقه مع الاستاذ كمال الجزولي. جديد مرحب بكم. والقمر المكتمل لهذه الليلة هو يمثل حالة من حالات السودانوية التي تجمع بين الأضداد المختلفة. الأستاذ كمال الجزولي، بتكون أنت لما تكون عاوز تحاور أي شخص عاوز يحاور إعلامي بيحس بأنه المداخل متعددة، اخترنا في هذه الحلقة فقط مدخل المؤانسة وهو شخص بالغ الإمتاع والمؤانسة. أستاذ كمال لو سمحت لي، أنا بحس أنه أم درمان دي مدينة الأضداد، يعني الشيء ضده داخل بوتقة واحدة وبتشبهك شديد. يعني لما نزول يشوف مثلا أستاذنا كمال الجزولي اليساري لابس الجلابية الأنصارية بيحس إنه ده يعني الضاد، لأنه بالفكرة اليساري ديل مثلا ممكن ناس يسموهم رجعية وناس ممكن يسموهم طائفية، وده بيقودنا مباشرة لجدك محمد ود عبد الكريم الأنصاري الذي كان يعني راكلا للدنيا لمدة نصف قرن من الزمان، وكان في كل يوم جمعة ينتظر يوم القيامة. فالتشكيلة الغريبة دي، شوفي انا اعتقد انه المزاج الانصاري، انا بتكلم عن الطائفه ولا بتكلم عن الاوراد ولا بتكلم عن، انا بتكلم عن المزاج. المزاج الانصاري مزاج يساري، انا اجرؤ اقول الكلام ده ومستعد اناقش فيه اي زول. انا اهلي انصار جو من جزيره اردوان في ارض المحس، لحقوا المهدي في القتينه، زحفوا معه للفتحاب، ثم لمن آن الأوان وأمر بدخول الخرطوم، دخلوا الخرطوم فتحوها. بعد ذلك قال لهم نحن نلفظ مدينة الترك ونمشي نعمر البقعة. المزاج في البيت بقراءة الراتب في مواعيده، بالصور اللي كانت معلقة في الجدران للأنصار شايلين رأس غردون في منديل جايبينه للمهدي، لوحة المهدي، الإمام عبد الرحمن إلى آخره. بعدين ذي الناس قاتلوا، يعني حاربوا في كرري وقاتلوا، وعبر عنها محمد المكي إبراهيم الله يطرى بالخير إنهم قاتلوا بأسلاف العشر. طبعا هو عارف إنه دي أسطورة ساكت، لكن المبالغة والمغالاة في ثوريتهم equals أو تعني يساريته. فأنا بفكر إنه إذا عايز تأخذ الموضوع من الزاوية دي فهم قوم يساريين، ما في شك في هذا الأمر. جدي محمد عبد الكريم الأنصاري ولقب الأنصاري أخذوه أخوالي، حتى إنه في محطة شهيرة في مدينة الثورة بالنص اسمها محطة الأنصاري، لأنه بيت قدام بيته طوالي. أنا كنت يعني دائما بكون قريب منه،
بصلي معاه المغرب. وانا كنت صغير جدا في عمري، دايما قاعد جنبه في التبروغة جنبه، فبيونسني كتير رغم انه سني ما تجاوز 7 ولا كده يعني. من الحاجات الطريفة جدا اللي كان بيحكي لي عنها انه لما بنوا البيوت دي اصلا بيمتروا بالبهيمة بتاعتهم يمشوا بيها لأي مدى، أو حجر يدعوه لأي مدى. فأنا هو بيحكي لي وأنا بعاين الكهرباء ما دخلت لنا البيت، لا شايفين في بيوت أثرياء جنبنا يعني كبيرة جدا ما شاء الله، ربنا يزيدهم يعني، عندهم حدائق غناء وكذا. فأنا هو بيحكي لي وأنا أفكر، فمرة سألت قلت له أنتوا طيب وكده تصلحوا الزول بيمثل كده زي ما داير بنات البيوت صغيرة صغيرة كده ليه؟ فضحك لما اندمع وقال لي يا ولدي لكن احنا لما بنينا البيوت دي كنا جايين القيامة يوم الجمعة الجاية، وظل ينتظر القيامة يوم الجمعة الجاية باستمرار لحد ما قضى 50 سنة بعد كده في انتظار يوم القيامة. أستاذ كمال، برضو عندك اهتمامات غريبة بمسألة الماورائيات والميتافيزيقيا وغيرها، ويمكن ده في مقالتك بتاعت طه الكد وخالد الكد، فبرضو الماورائيات والغيبيات دي كان عندها علاقة بأم درمان وأسرارها والبيوت وحكاياتها الداخلية. نعم، هو بيتنا بالذات فيه أكثر من قاطوع، عارف القاطوع يعني شو؟ القاطوع ده غرفة ما عندها أي منفذ أي حتة غير غرفة أخرى، وبالتالي فهي مظلمة دائما ومليئة بالكدائس، وفيها دائما هتش كده يعني، في سحارات برضو عارف السحارة، سحارات في صناديق قديمة في كده. كنت بمشي بدخل بهابش بلقى حاجات بتاعت جدنا المغني، وبعدين في حكاية البعاعيد ما أنا جايك ليه، المغني الشهير اللي من برهان، فكان عنده فونوغراف أتذكر هنا، وفي سحارة كان فيها شنطة بتاعت حديد فيها جوابات. يعني شوفي نحن الإهمال خلانا ضيعنا في السودان حاجات كثيرة يعني، دي حاجات كانت متروكة في الطفل الصغير زي كنت بالهبية شلت الفونوغراف بوظته، والجوابات كان في جوابات متبادلة بينه وبين كرومة وبينه وبين سرور، وزي في اعتذارات وصلح زي كانوا متخاصمين كلام زي ده. الجوابات ضبحت بالذات بعد ما البيت جزء كبير من إتباع وكده، لكن جو القاطوع ده زايد أصوات الكدايس اللي كان تنطق اسم داود وأنا بعدين دخلت المدرسة وأنا صغير جدا عمري 5 سنين لأنه جدا شخص مدرسة ولا روضة هي؟ هي في المدرسة ذاتها كان زي ما تعليم ما قبل مدرسي. أنا كان عمري 5 سنين ودوني دخلت المدرسة اللي كان جدنا شيخ عبد الله عبد الماجد رحمة الله عليه هو الناظر بتاعه. سرعان ما مشى المعاش وأنا لسه في الروضة دي جابوا لينا شيخ خالد أبو الروس ناظر. بالنسبة لي اسم خالد أبو الروس يعني حقيقة وأنا عمري 5 سنين كان حاجة كده أقول لك بصراحة حاجة يعني مرعبة. وأنا بقارن دائما الاسم بالراس بتاعه. يعني هسه لما اتذكر واشوف صوره ما شايف حاجه غريبه، لكن وانا عمري 5 سنين انا كنت شايف انه في حاجه متعلقه بالراس ده شمها وكده في حاجه. فالمهم بعدين كنا بنحبه جدا لانه كان بيستعمل الدراما في التدريس بتاعنا ونحن اطفال. مشيت يوم البيت يوم خميس طلعونا بدري شويه، مشيت البيت رقدت في برندة فاتحة شمال جنوب في عنقريب هبابي كده ونمت. حاجة غريبة انه طفل عمره 5 سنين ينوم بالنهار، نمت. فشفت شيخ خالد ابو الروس رحمة الله عليه عبارة عن راس كبير جدا قدر الذيل، وبعدين تحت في رجلين الاثنين صغار جدا. تعرف في رسام برضو طفل غريب ده اسمه مصطفى حسين كان بيرسم حاجات ديكوريتد كده رسومات كاريكاتيرية لآخر ساعة ملونة. فبالضبط أنا يعني كانت المجلات دي بيجيبوها عندنا في البيت، فيبدو أنا اختلط عندي اسم خالد أبو الروس بآخر ساعة. آخر ساعة.
فأنا قمت مفزوع وأصرخ وأخذت وقت طويل جدا، كم يوم كم يوم أنا عزموا لي وقالوا لي وكده. و فقامت عندنا حبوباتنا زول بتاع الزار حقيقة بيتنا مشهور لأن يعني حبوباتنا فيه بتاع الزار. فقاموا دقوا زار وقاموا قالوا يجوا يبخروني في الزار. فجينا خدتونا تحت غطاء كده وأنا وشقيقتي أميرة، أميرة زوجة الراحل محجوب شريف، زوجة الراحل محجوب شريف. فأنا بوسوس لها نحن تحت الغطاء ده والبخور وكده، فقلت لها تعالي هز راسنا كده ده ما تلعب. فأنا قمت أقابل الشقاوة قمت أهز راسي. يبدو إن هم كل النساء اللي كانوا في هذا ذلك الحفل كانوا مترقبين إنه حيحصل شنو الأودية لولا ستة زار أو أحفاد ستة زار. فأول ما راسي ده اهتز كده الناس دي بيشوان ده صرفوا كلهم كما لو كان ده تأكيد لصحة موضوع الزار بالنسبة له. وأنا ما كان في طريقات راجع ثاني. المهم لكن أكرموني كرم شديد من مأكل ومشرب وقروش وحاجات، وجات عليه حاجات كثيرة. أميرة طبعا جات فيما بعد ادعت إنه هي شريكة ولازم تأخذ رصيبة، مع أنها كانت جبانة أبد تخش معي في تركة الكهرباء دخلت بيتنا متأخرة. عشان كده الظلام كان مدته أطول في بيوت بتاع الطين وزبالة وزجاجات في حاجة كده بتاع السحاحير وحاجات غريبة بتحصل. كان خالد أبو القوس، كان اللي من برهان، كان غيره، كان غيره. تركة البيوت دي بالزبالة والطين والفوانيس يولعوها واللهبة تقعد تلعب بالأجسام، بيوت محية بالأساطير. فده كان بالنسبة لنا نحن يعني حاجة فيها خلطة ما بين الرعب والخيال الكثيف جدا. الرعب والخيال ده يمكن خلاك يا أستاذ كمال يعني تملأ حقائبك بمدينة أم درمان وأنت ذاهب إلى موسكو، وخلاك برضو جزء من الأسطورة وجزء من الواقع يخيل إليك أن أم درمان تأتي يوميا في قطار الثامنة. ممكن نستمع لها؟ حاضر. أم درمان تأتي في قطار الثامنة، قصيدة عند جماهير. هي لقيت حظ كبير. كل شاعر عنده قصيدة يعني دائما بتكون هي. ينهمر المطر، يغتسل الأسفلت والسياج والحديقة والأسقف اللصيقة، أنا وأنت يا حبيبتي والجسر والشجر. مطر الدم الرعاف يا مطر، بالله أهمي في العيون القاحلة واحكي لنا حكاية السفر والحل والترحال في حداء القافلة. ينهمر المطر، البحر يستحم في الرياح والحور والصفصاف في المطر، وأنا وأنت يا حبيبتي في التوق والفرح الذي يفجأنا ينهل في أعراقنا حتى الدوار. يا أيها الفرح الخرافي الذي يأتي على غير انتظار، لك عنبر الزمن القصي المشتهى، لك صندل المنفى وقد عز المزار، لك شهقة الحلم الصبية في دمي، لك لقلق الذكرى وعصفور الحصار، لك وردة الرؤيا صليل العشق، رقرقة استحالاتي ترانيم الملائك، شعشعات الرعشة الأولى وترجيع المحبين الصغار، لك كل ما ملكت يميني فاحتويني وتألق جزوة للطلق تصحل في جبيني، وانطلق من كل أوردتي نداء يقدح النيران من دار لدار. جميلة جميلة. نجيف هنا طويلة، خلي الناس يقولوا براهم ولا شو هاي طويلة. أنا كان نفسي أستمع لها كلها لكن نرضى بهذا الجزء. شكرا. طيب أستاذ كمال، برضو يعني أم درمان المدينة الحبيبة إليك التي عبأت بها حقائبك إلى موسكو، في آخرين عندهم وجهات نظر مغايرة، مثلا زي بروفيسور عبد الله حمدن الله بيتحدث إنه والله أم درمان هي مدينة مصنوعة وهي مدينة أموية وليست أبوية، وهذا الأمر ينسحب على غناء الحقيبة وعلى غيره، وإن أصلا جابت ظواهر خلينا نقول فطيرة يعني ليست عميقة وبيستشهد بالهادي الضلالي والنفاش وكذا، وده التيار المتوسط. في تيارات طبعا
المتشددة كده زي ناس محمد الواثق وأم درمان تحتضر وغيرها، كيف بتنظر بعين المحب وفي ذات الوقت بعقل الناقد العقلاني لهذه القراءات المغايرة؟ طيب، أولا أم درمان فعلا مدينة أموية من الأم، ويكفي عشان تدرك هذا الأمر وما نخوض فيه طويل لأنه موضوع كبير جدا، إنه بس نبدأ من كرري، حيث لم يعد الرجال الذين استشهدوا بالآلاف في ساعة زمن وتحملت النساء وحدهن النهوض بهذه المدينة رغم ما يحمل الرمز بتاع ثقب فاغر في قمة سنام القبة، قبة الإمام المهدي، وأعتقد أن الإنجليز قصدوا أن الرمز ده يعني يكون في وجدان كل الأم درمانيين والأم درمانيات. أنا على العموم ما شايف، بالعكس أنا شايف أنه تمجيد من باب تمجيد المرأة الأم درمانية بالذات، الاعتراف لها بأنها هي التي ربت وصنعت أم درمان الحديث أكثر من الرجال. عبد الله حمد الله، أنا لا خلاف بيني وبينه، أنا قد أكون مختلف مع الله يرحمه محمد الواثق كثير رغم أني متفق معه في أشياء، لكن أعتقد أنه محمد الواثق يعني عمل إيحاءات ظالمة لأم درمان وكارهة لها، وده من حقه، ما في زول بيقدر يقول له لا. لكن تخليك أن تابع للحالة المزاجية، لأنه بقول لك ما كنت ترهقني البلوى وأنهزم لو كان وجهه في أم درمان يبتسم، معناتها متعلقة بالحالة المزاجية أكثر من بالحالة الأم درمانية. أيوة، ما هو عشان لأنه ما عنده علاقة بها، عكس عبد الله، عبد الله أم درماني بالمناسبة، في ناس كثيرين ما عارفين دي، فاكر إنه عربي جاي من الجزيرة، لكن هو بالمناسبة بيأطر للفكرة دي، ود الملازمي. الفكرة إنه هذا التنوع الموجود في رايات الجيش تاع المهدية، الاعتراف به ينتقل للاعتراف بالتعايش بين، لأنه الجيش كان عبارة عن إثنيات مختلفة، الناس بيجوا الجيش يعني مثلا المحس يجوا بالأزواج والزوجات والأمهات والآباء والأخوان والأخوات والأطفال والكي، كلهم بيكونوا جوا الجيش، بيكون عندهم رايتهم وبينصب عليهم قائد، الزول هناك في البيئة قائد لهم زعيم. لما يوم درمان أيضا عملت بنفس الطريقة، يعني تلقى الركابية، تلقى مثلا الرباطات. طيب نحن نمشي للأستاذ كمال الجزوري الذي يتميز بالصدقية العالية وبالجرأة الشديدة في آن، وده ظهر في كتاب الرحيل والليل، الحادثة المريرة جدا للرحيل في الليل لانتحار الشاعر السوداني اللي كان انتحار مرير عبد الرحيم أبو ذكرى من الطابق كذا في موسكو. فنتكلم شوية عن عبد الرحيم أبو ذكرى، لو كانت فعلا الدنيا أمهلته قليلا لكان الحال غير الحال والمآل غير المآل. أعذب بني آدم يمكن أن تعاشره، وأزكى مثقف يمكن أن تحاوره، وأجمل شاعر يمكن أن تستمتع بقراءة نصوصه. يمكن يكون اللغة الأدب الروسي وقراءتنا الأدب الروسي بلغة ذاتها يعني كان عنده أثر كبير جدا جدا في يعني مزاجنا من ناحية تراكيب لغوية من كده يعني شيء من هذا. المهم عبد الرحيم حالة خاصة جدا، ناس كثير جدا يحبوا أنه يعني ينسبوه للسياسة. عبد الرحيم ما كانش سياسي وما انتحر لأسباب تتعلق بأي سياسة، هو كتب قصيدة في أواسط الستينات أدت إلى مشكلة بينه وبين تيار فكري سياسي في جامعة الخرطوم، أباح دمه ولذلك هرب من الجامعة، أو بعض الأصدقاء هربوه إلى خارج الجامعة، من بينهم الصديق عبد الله إبراهيم، في الوقت ده كان جود فازر، كان عراب يعني. وبعد ذلك يعني هو وجد فرصة على يد الحزب الشيوعي أنه يسافر
يتم جرايته برا لانه اصبح قعاده في جامعه الخرطوم خطر بالنسبه له. عبد الرحيم نفسه في حاله من التعقيد الحياتي الوجودي، يعني اذا كنا نفينا اي اسباب سياسيه لانتحاره، مش على الاطلاق طبعا انه هو كان محب للحاله السوفيتيه، عاش معظمها في فترتين، فتره الدراسة لكن الجامعية. كمان لو سمحت لي بمداخلة، يعني في كتابك بتتكلم مش عن الوقائع العامة لكن عن الحالة النفسية لعبد الرحيم. ما أنا جايك اللي في هو الكلام قبل 30 سنة بيقول نعم. فلان كان قاصد شنو لما قال نعم. لي الحاجة دي، يعني نعم. بتحس إنه زي الحالة من الانفصام النفسي أو كذا. نعم، ما أنا قلت لك السبب ده هو حالة وجودية خاصة جدا. ال 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 يعني الدواخل بتاعته أكثر تعقيدا مما يبدو في الظاهر. ولذلك عبد الرحيم كان يعني احيانا تكوني بتتكلم معاه في موضوع تحاولي تتذكري حاجه حصلت بيناتكم قبل مثلا 15 سنه او كده، فيبتدي يسالك في تفاصيل حصل ده حصل ليه وفلان ده كلينا كده ليه. فمرات انا بقول له يا عبد الرحيم يا اخي ما ممكن انا اكون مذكر لك حاجه حصلت قبل 15 سنه. سالته بعض اساتذته بعض أصدقائه من السوفيات ذاته، فقالوا لي أنه هم ملاحظين أنه هو بيحتاج لعلاج نفسي. فعلا هو اقتنع ومشى لأطباء نفسانيين، لكن ما تعرف يعني أنا طبعا ما متخصص طب نفسي، لكن أنا بفكر أنه العلاج النفسي ما بينفع لزول خارج وطنه. أنت يا أستاذ كمال نوعا ما بتحس بالذنب تجاه عبد الرحيم أبو ذكرى؟ والله إذا اعتبرتي أنه عدم قبولي لدراسة الدكتوراه حرمتني من أني أنا أرافقه في الفترة اللي هو كان بيعمل في الدكتوراه فيها، إذا اعتبرتي أنه دي ممكن تكون خطأ مني في الحالة دي أنا أحس ب يعني بذنب تجاهه. لكن طبعا ده كلام ما لا يعقل، لأنه هو عنده رغبة في عمل دراسات عليا، أنا ما عندي رغبة زي طيب نستمع من قصيدة عن عبد الرحيم أبو ذكرى. أي الحدائق تخلع الآن خضرتها لتنام عارية كالتوابيت تحت الجليد؟ أي الشوارع تركض الآن هاربة من تحت أقدامنا الحافية؟ نظل نطلبها لوجه الحب ولا تطلبنا مرة واحدة لغير التضحية. أي أفئدة من الصوان والحديد هذه التي لا تبصر النزيف دافقا عبر انشطار الأغنية؟ وأي وطن رائع هذا الذي تتوهمه في حقائب القادمين فلا يلبس أن يتبدد بعد دمعتك الثانية؟ ها هي الريح تسفو جنازة الشعر في أول الليل قافية قافية، فاسكن عميقا في سكوتك المدلهم لا يمنح اكتئابك تاجه الملكية وسط كل هذا العزيف المجلجل غير سكتتك الداوية. يا سلام، قصيدة فيها صدقية عالية جدا. وأستاذ كمال إن شاء الله أتمنى أن ألتقيك في مساحات قادمة فقط مخصصة عن عبد الرحيم أبو ذكرى، لكن لضيق الوقت مضطر وانتقل إلى محطة أخرى. كمال الجزولي مشهور بأنه رجل ديمقراطي جدا في كتاباته النثرية، وأنه رجل متعقل جدا في رؤاه التي يقدمها، لكن في مسألة الشعر البعض بيشوف أنه زي فيه أحيانا فيه تحريض على الكراهية أو إرهاب أو كذا، وبيستدلوا بأنه أن نقتل أصبح أسهل من إلقاء تحية، أن نطلق في الرأس رصاصة، أن نغرز في الصدر الخنجر، أن نشنق أن نخنق أن نبتر، أن نمسح حد السيف بحد اللحية أصبح يا سيدنا أسهل من إلقاء تحية. ناس بيصفوا دي عديل بالإرهاب والتحريض على الكراهية. طبعا أنت بتتكلمي بلسان الكارهني أيديولوجيا وسياسيا، وحبوا أنه يعملوا لي إشانة سمعة بهذه الأبيات. هذه القصيدة يعني هم عملوا على نشرها أكثر مما نشر شعر المتنبي، مع أنه هذه وبعدين ربطوها بواقعة سياسية معينة هي مقتل الإمام
الهادي في الكرموك. انا لمن الامام الهادي استشهد في الكرموك انا ذاتي ولا كنت عارف، لان انا قاعد في حته كييف دي بعيده جدا، يعني الناس اللي بيقروا الجرايد السودانيه ممكن تصل لمكتب الملحق الثقافي ده قاعد في موسكو. ثم ثانيا انا ذاتي عشان احصل على هذه الصحف ما كان عندي لها وقت، لانه انا كنت بحضر الامتحانات بتاعت نصف السنه، وعموما الوضع كله ما كان بيتيح لي اني انا اعرف شنو الحاصل في السودان الا لما جيت في الصيف في جلسه، وكانت القصيده نشرت يعني وانتهت. جو بعد ذاك، بعد ما حصل كل الخراب ما بين الشيوعيين ومايو وكده، هم جو ابتدوا يفتشوا على يعني هذه القصيدة ويحاولوا أنه يقولوا أنه ده كان تحريض على قتل الإمام الهادي. أنت عشان كده أنت ذاتي وقعت في براسم هذه الخطة، هذه المؤامرة، وأنت طبعا صغيرة في سنك، ده الكلام ده كله ده كان كلام سنة 70، نحن هسه دي بشوفي فيها 40 سنة ولا كم، فأنت ما كنت موجودة لما الكلام ده حصل. أنا اللي عايز أقوله إنه هذه القصيدة أول شيء اسمها سبارتاكوس الرؤية، اللي هو كتب عنها برضو أمل دنقل. طيب اسمها سبارتاكوس الرؤية، وسبارتاكوس الرؤية هي بتنطق باسم الثوار العبيد، باعتبار سبارتاكوس هو اللي كان قائد ثورة العبيد، ولذلك هم بيقولوا لأسيادهم الكلام ده، يعني هم لما انقلعوا يدهم زي يعني ممكن تشوفيها أقرب حاجة تشوفيها في الحصل في فيلم روتس مثلا، يعني دائما في ثورة العبيد، ثورة الزنج، ثورة الناس اللي بيكونوا مظلومين وينفجروا في ثورة، فدين بيكونوا حقيقة في حالة من الغضب اللي بتخليهم يقولوا هذا النوع من الكلام. أنا حبيت أكون صادق جدا جدا في تعبيري عن هذه الثورة، ثورة بتاعت سبارتاكوس، أنا بتكلم أنا بستوحي يعني واستلهم ثورة بمناسبة الثورات. يا أستاذ كمال، كنت محب لمايو جدا وهي تحمل اللافتات الحمراء، مش كده؟ يعني أنت ماذا تتوقعين؟ وأهتف يا خرطومي، أهتف حتى أشرخ حلقومي، مايو مايو مايو. أيوة، ماذا تتوقعين من شاب في مقتبل العشرينات منتمي إلى حزب شيوعي ثم يفاجأ بأنه كل الشعارات والبرامج والبيانات والكده بتاعت حزبه ده اللي هو ظل يناضل في صفوفه من أجلها جات في التلفزيون وفي الإذاعة وفي الصحف؟ ده ما فكرت أنا في أنه ده انقلاب ثورة، ما أنا فكرت بس في أنه هذه هي شعاراتنا الآن نحن أقرب إلى تحقيق هذه. لكن طبعا أنا لما يعني انقلبت الأمور واستبنت بعد كده انقلبت علاقتك بمايو مختلفة، استبنت يعني الحقيقة حول مايو، لكن عليك أن تكوني منصفة وتقولي في نفس الوقت أنه أنا انقلبت على مايو ودفعت ثمن ده غالي جدا، تشريد وملاحقة وسجن وكذا وكذا وكذا، وأنا ما ندمان أنه أنا عاديت مايو ودفعت الثمن كاملا. فما يجي نزول يقول لي انت كنت محب لمايو، طيب ما انا كنت برضو كاره لمايو، ما تحدثنا في بدايات فيك. لكن حنمشي لفاصل قصير ومن ثم نتواصل في المؤانسة السياسية والاجتماعية والثقافية مع الأستاذ الكبير كمال الجزولي. من جديد مرحب بكم، وفي هذه الليلة القمر مكتمل شعرا وقانونا وحقوقا وسياسة. الأستاذ نادر الإطلالة كمال الجزولي، مرحب بك من جديد ورمضان كريم. مباشرة حنمشي لمتكأ الذكريات، مستعد جدا لتقليب أوراق الذكريات العذبة؟ جدا، اتفضل.
جديد بنرحب بك يا أستاذ كمال في متكأ الذكريات. ودايماً في متكأ الذكريات بنسأل الضيف عن نقد الذات وعن تقويمه لنفسه. شنو ممكن تكون يعني كمال الجزولة قمر مكتمل الأركان في السياسة، في القانون، في الحقوق، في الشعر؟ شنو ممكن تكون الحاجات اللي بيعيبها كمال الجزولة على نفسه؟ أنا شخصياً انفعالية، وهذا عيب كبير. إن كان يعني يصلح للشاعر فهو لا يصلح للسياسي. ولذلك أنا تلاحظين أنني أبتعد كثيراً أو رويداً عن تقديم شخصيتي كسياسة صرف، وأحاول أن أكون إسهامي في السياسة يعني بطريقة يعني تقبل مني فيها انفعالاتي. طيب، نحن عندنا فقرتين، صندوق الذكريات وقالة الوثائق. نبدأ بصندوق الذكريات، مستعد؟ نعم. نشوف الصندوق فيه وشنو ماذا يخبئ لي الأستاذ كمال الجزولي. الصندوق فيه صورة نجد وحميد اللي هو كتبت عنهم غياب المفكر السياسي وغياب الشاعر الفنان. تداعت إلى ذهني عبارة جيم سبولدينغ في كتابه عن سنار، عصر البطولة في سنار، حيث كان قد قال إنه غياب شخصيات مهمة في البلد بشكل متعاقب سريع قد يكون نذير شؤم على البلد. وأعتقد أنه كان يقصد نذير شؤم على الدولة، على السلطة، على كذا. فلذلك أنا يعني تصورت أنه رحيل حماد ونجد في ذلك الوقت المتقارب ونذير شؤم خذيها كما تريدي على البلد. أنا لا أرى أنه نزل شؤم على البلد. طيب، وصلنا لفقرة قالة الوثائق، نشوف ماذا قالت الوثائق للأستاذ الشاعر والمحامي والسياسي كمال الجزولي. طيب يا سيدي الكريم، قالت لك الوثيقة: لما رأيتك تهبطين بغتة على شباك زنزانتي كعصفورة رمادية، مضيت أسخر من حارسي والبندقية، ومثلما عيناك أستخف بالحذر. الأبيات العذبة دي بتقودنا لذكريات كمال الجزولي في السجن، وبرضو وانت في سجن بورسودان في التسعينات لما جاك ولدك أبي وابنتك ودكتورة فايزة زوجتك كانت على باب السجن، كتبت قصيدة جميلة كده وإنهم يعني يتخطفون السلام عليك وكذا. فأبرز ذكريات السجن عند كمال الجزولي. أنا قعدت في سجن كثير جدا جدا جدا، يعني يمكن جدا 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 هي اللي خلتني أتعلم كيف النزول يعني ممكن يتعايش مع السجن، إن كان يمكن أن نقول على تلك الحياة معايش. على العموم كان حظي وافرا دائما بأنه كان معي في الغالب رفاق سجن لطيفين جدا، لطيفين لا يعني إنسان ما ينساهم أصلا. ولذلك وكنا دائما نعمل برامج ثقافية، ومن ضمن ما كتبت عنه خالد الكيد يعني من حسن المؤانسة وكذا. هذا عالم خالد، صاحبي في السجن وبرا السجن، يعني نحن برا السجن أصدقاء نقول فاميلي فريندز، يعني نحن العائلتين في الصداقات بيناتهم متداخلين. خالد إنسان لا ينسى كله. وغير خالد ناس كثيرين، يعني أمين مكي مدني، يعني محجوب شريف، قعدنا في السجن يعني فترات طويلة جدا. حتى أتذكر إنه كنا قاعدين في فترة في حتتين مختلفتين أو هكذا، أبعدونا من بعض، خدته في حتة وأنا في حتة، فتبادلنا الكلام عبر قميص قديم كده أنا أكتب فيه وأقوم أوديه للولد اللي بيكون بيشغل لنا، بيجيبوا لنا بعض المنتظرين المحاكمات وكده عشان يخدمونا. فأقول له يا أخي وديه له ده قميص محجوب، خليه عشان تغسلوه معكم. يقوم يوديه له، ذاك يقول الكلام ويرد لي محجوب.
فلما جاء العيد الأربعين بتاع الحزب الشيوعي القميص ده عرض، لكن للأسف الشديد أضاعوه بعد ذلك. يعني محجوب قال لي ما رجعوا لي. أستاذ كمال في ختام هذه الحلقة، يعني حسب ما أرى عن كمال الجزولي هو يشبه الحالة السودانوية اللي فيها التصوف المتسامي إلى العلا وفيها الجينات الإفريقية الملتصقة بالطمي، وأنا ما بقدر أفهم من شخص في بداية حياته بدأ مع الإسلاميين ثم انتقل إلى حزب الأمة ثم انتهى باليسار، وعندك قصيدة شهقة النضار تقريبا، يعني قصيدة يساري متصوف ما بتحصل في حتة غير في السودان، فأنا شايف حقه نختتم بها والله. أيوة، لكن أنا كنت عايزك الحكاية دي يعني ما تقوليها بالأسدة كأنه في حاجة مؤسفة. لا أنا ما قلت بأسدة، أنا قلت بكامل التجرد والمهنية يا أستاذ كمان. يعني أنا بالنسبة لي التنقل ما بين محطات كثيرة، أنا قلت بيشبه الحالة السودانوية فعلا، هي حالة فيها جماع الأضداد زي إسماعيل صاحب الربابة كده في طبقات والضيف الله. صحيح صحيح، يمكن بعدين هو بنفع أقول لك كلام يعني أنت لو استغرقتي في تأمل الحالة اليسارية فهي حالة من التصوف، حالة من التصوف ده برضو لا ينطبق إلا على الحالة في السودان، يعني ليس على جميع النسخ الموجودة في العالم. يعني أنت ما بتفتكري مثلا زول زي ناظم حكمة متصوف في الحلم تصعد كالتماعات الحباحب من دمي قفزا لسدرة منتهاي للحلم ثانية تعود أنسى ترامقني بوعد الطمي وعد الطلق وعد الطل تشهق نخلة في الماء تشهر جذعها وتخبئ العرجون في الزبد النديف تغوص ثم تغوص ثم تغوص كي تطفو وتطفو ثم تطفو ثم تشهق مرة أخرى تلوح تستقيم لتنثني تمشي على رمشي تعود فتستقيم وتنثني تختض في الرؤيا فينفغم التلاشي في الحلول قمرا أثيريا يغامز في الأفول تعويذة اللقيا على وعد الفراق أنسى ترامقني وها هل قلت أعرفها قيامة الأنوار قامت أول الشدو استفاق هذا أوان الجذب وقت للتوهج بين مشكاتين طقس للعناق العشق روح المعرفة والظل طفل الضوء فاركع ركعة في العشق تندلع الفيوض الكاشفة واجعل صلاتك ملتقاي أنسى ترامقني تحيل العمر مهرا في مطالعه يجود لغة من الأشواق تذكرها يداي نهرا من الذكرى وتنكره السدود أنسى ترامقني وها هل قلت أعرفها مددت أصابعي أمسكت مطرا من غناء المشتهى غيما يكفكف دمعه شجرا يضيء غواية للبرق تصهل في صباي أنسى ترامقني وها أنا ذا أحدق في الغناء فلا يطاوعني النشيد وأصيخ سمعي للبكاء وليس من يبكي سواي. جميلة جميلة جدا جدا أستاذ كمال، يا أخي ربنا يديك الصحة والعافية وشكرا جزيلا لك، نورتنا جدا في اكتمال القمر. وللسادة المشاهدين، الأستاذ كمال الجزولي والأستاذ هاشم صديق حضروا ثلاثة مرات في ثلاثة أيام متفرقة ليسجلوا هذه الحلقة، وربما تلحظون بعض الضباب أو بعض الغبار العالق في الجو. سجلنا أيضا هذه الحلقة ربما تكون في ظروف استثنائية. شكرا جزيلا لك يا أستاذ كمال الجزولي، شكرا لك، وربما يكون حضورك نادر، شكرا على الإصرار للحضور، شكرا لأكثر من ثلاثة مرات حتى تحقق اكتمال القمر. شكرا جزيلا، شكرا لك، شكرا جزيلا لمتابعتكم لهذه الحلقة من اكتمال القمر، حتى جديد اللقاء، دمتم في أمان الله.